هربوا؟ كيف؟ لقد أطعمتهم بنفسي هذا الصباح. وأين باقي الحرس؟ هربوا معهم. اتبعوهم، ابحثوا عنهم في كل الشعاب ولو دخلوا أرض الروم. لم أتركهم يا سيد القيصر، ولكنهم طردوني. لابد أنهم علموا عنك ما لا يجب أن يعلموا. كلا يا سيد القيصر، لقد كنت أعيش كأحد منهم وأعرف عن أسرارهم ما لا يعرفه بعض أمرائهم، ولم يتطرق في شك من أحد منهم. إذن لماذا طردوك؟ لم يعودوا في حاجة إلي أو إلى أي رومي أو فارسي. لقد عربوا كل شيء يا سيدي، دواوينهم، جنودهم، نقودهم في كل الأقطار. توشك الأرض أن تصبح عربية، بينما نحن القياصرة أحفاد القيصر الأعظم والإسكندر الأكبر نتناحر نتقاتل، يتآمر بعضنا على بعض لنصبح غنيمة لأولئك البد العرب. فليطمئن قلبك يا سيدي، فأولئك العرب في تناحر وتآمر وتقاتل، كل منهم مع الآخر أكثر وأشد مما يدور بيننا. لا تسخر مني أيها المهزوم المطرود. أحلف بالرب بأني لا أسخر، لقد تركتهم وهم في شغل عنا بما يشتعل في ولايات المشرق من فتن وثورات. فانتهز الفرصة أيها القيصر المؤيد من الرب، واقتحم بلادهم، وابدأ ببلاد الشام حتى تعود رومية كما كانت. قل لي، هل أصبحت جاسوسا لهم؟ أنا يا سيدي أرسلوك لتخدعني، فأخرج أنا بجيوشي دون إعداد أو استعداد، فتلتهمني جيوشهم التي ترابط حول حلب. لقد تركت حلب منذ أيام وليس بها جيوش يا سيد القيصر. متى تركت دمشق؟ منذ شهور. أين كنت؟ في خناصرة. ما دليلك؟ الوزير. نعم يا سيدي، كان هناك. ماذا رأيت أو سمعت هناك؟ لقد تولى أمرها أمير أموي، وهو ابن أخي الخليفة عبد الملك، وهو ابن ولي العهد. هذا الخبر؟ واسمه عمر. ماذا يعنيني من اسمه أيها اللئيم؟ هو حفيد ذلك الرجل الذي هزمتنا جيوشه في معركة اليرموك وطردت قيصرنا العظيم هرقل. عمر بن الخطاب؟ نعم، وذلك الأمير حفيده، وهو يتشبه بما نعلم من سيرة جده الخليفة العادل. لم يهزم هرقل إلا عدل عمر. اخرج يا نذير الشؤم، ايتني بخبر ذلك الأمير، وإن استطعت ايتني برأسه. أمرك يا سيد القيصر. فإنه إن تولى أمرهم وكان مثل جدي، فإنه سيملك ما تحت قدمي وينزع ما في يديه، وقد يجلس حيث أجلس. Thank you.
رجل طيب مع المساكين فحسب، ولكنه شديد البطش بالخونة، وما أكثرهم على هذه الأرض وفي كل أرض وربما في كل منزل. ليس للخائن إلا الموت، ولابد أن يشتد مولاي عليهم. ما شأنك أنت بهذه الأمور؟ انصرفي إلى غرفتك. أمرك يا سيدتي، سأكون سيدتك يوما ما، وسأقهرك يا بنت عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبو حفص، ما الخبر؟ هرب أذناب الحجاج. أما قلت لك إن أعوان الباطل أشد مكرا من أنصار الحق. ولكن الحق أبقى، وإن يغلب جولة فلابد أن يعود ويغلب ويظهره الله على الباطل، ذلك وعد الله الحق. فهل عرفت كيف هربوا؟ تواطؤ وخيانة من حارس خائن. وما يدريك أن أكثر الحرس مثله تواطؤا وخيانة. لقد اخترتهم بنفسي من خير جند الولاية ورجالها. فهل تعطيهم مثلما كان يعطيهم ذلك الوالي المعزول؟ لم يكن يعطيهم من المال درهما واحدا، ولكنه كان يطلقهم على أكباد الناس ويتغافل عنهم ويقاسمهم ويضاعف العطاء لمن يساعده على الظلم. تضرب على أيديهم وتقلل من رواتبهم ثم تطلب منهم الولاء؟ هذا لا يكون. أتريدين أن أشتري ذممهم بذمتي؟ كلا، ولكنني أعرف مما سمعت ورأيت في قصر الخلافة أن ولاء الجند لمن يملأ بطونهم شبعا وأفواههم ذهبا. من كان ولاؤه بقدر ما يأخذ فلا ولاء له. فابحث لك عن جند مثلك، وهيهات أن تجد واحدا. بل ما أكثرهم، ولن أحيد عن الحق ولو كنت فردا وحدي، وحسبي أن الله معي يهديني وينصرني. لم نعثر لهم على أثر يا مولاي. هذا من غفلتك وسوء اختيارك للجند. من مأمنه يؤتى الحذر يا مولاي. لا أريد جنديا واحدا من جنودهم. أمرك يا مولاي. سأرسلك بخطاب إلى أمير المؤمنين حتى لا يظن أننا أبطأنا عليه. أمرك يا أبا حفص. أرى أن ننتظر ونبث العيون على مداخل المدينة وحول دار يوسف وعامر، فلابد أن يرجع واحد منهما ليحمل نساءهم ويرجع. كلا، لا تروع النساء، وإن رجع واحد منهم ودخل بيته فلا تزلوه أمام أهله وذويه واتركوه يرحل بهم. أغيثوني أغيثوني. اتركوها. ألا تتقون الله؟ من أنت؟ امرأة يوسف الثقفي السجين البريء. لقد هرب زوجك، أين هو؟ اسأل جنودك الذين دخلوا داري ونهبوا أموالي وأفزعوا صغاري. جنودي؟ عدي؟ مولاي، ما الخبر؟ إنهم جنود زوجها، وإنها مؤامرة ومكيدة لإثارة الشغب والرعب في المدينة. هل تستطيعين التعرف عليهم إذا رأيتهم؟ نعم، أعرفهم واحدا واحدا. اجمع كل جند الإمارة لأعرضهم عليها. اجلسي ارتاحي ولا تخافي. وأولادي؟ مزاحم. مولاي الأمير، أحضر الصغار. أمرك يا مولاي. سأذهب معه. اذهبي واعلمي أنك في جواري، وأن حرماتك وأولادك من حرمات بيتي. أقسم بالله لو ثبتت على أحد من الجند تهمة السطو على بيت تلك المرأة لأقمت عليه حد الحرابة. أيها الأمير وأصلحك الله، لابد من استعمال الشدة والتخويف والردع. الشدة والتخويف والردع لمن؟ لكل من يشتبه فيه. تريد أن نأخذ الناس بالشبهة دون بينة أو شهود عدل؟ مولاي الأمير، لقد تواطأ المفسدون في الأرض من أذناب وأعوان الثقفي الهارب ليثيروا الفزع والرعب في النفوس، ولن تجد شاهدا واحدا يشهد على متهم.
لقد شهدوا في مجلسنا وحضروا إلينا بسلاحهم. وقد أحسنت إذ صرفتهم عنك. ماذا تقصد؟ لقد اشتراهم رجال الخناصري وحملوهم ما يقدرون عليه من أموالهم في القلعة وهربوا بها إلى الجبال. وأين كنت أنت ورجالك؟ للقلعة سراديب ومداخل ومخارج لا نعلمها يا مولاي. لكأن الخناصري قد هرب من السجن. كلا يا مولاي، فما زال في السجن، وما أصعب الوصول إلى السجن في قمة برج القلعة، يسمونه برج الشيطان لمناعته. شددوا عليه الحراسة. إذا حاول الهرب سأقتله. كلا، لا قتل بلا تهمة، ولا ترفع سيفك على متهم قبل أن نقيم عليه الحجة والبينة. مولاي الأمير، نحن في جحور ذئاب وأوكار عقبان، وعلى مقربة من أعدائنا، وأذنابهم يندسون بيننا، وما أكثر الخونة. والله لأن يلقوا ربهم بخيانتهم خير لي من أن ألقى ربي بدمائهم، ولا أن أخطئ في العفو خير لي من أن أتعدى في العقوبة. أمير المؤمنين، إليك نهدي مع العهد التحية والسلام. رضينا بالوليد ولي عهد لمن ملك الخلافة والذمام. شبيهك حول قبته قريش به يستمطر الناس الغمام. فإن تؤثر أخاك بها فإنا وعهدك لا نطيق له التهام. ولكننا نحاذر من بنيه بني الخطاب إن ملكوا الزمام، ونخشى إن جعلت الملك فيهم يصير بنو أمية كاليتامى. فلا يك ما غرست غدا لقوم، وبعد غد بنوك هم الندامة. هذا من فعل الحجاج. أحسنت، أحسنت، ولا فض فوق. أصبت والله، فالغرس والثمر لبني أمير المؤمنين إلى ما شاء الله. أحسنت، أحسنت، أحسن الله إليك يا أمير المؤمنين. هل قابلت الحجاج قبل أن تفد علينا؟ نعم يا أمير المؤمنين. أسمعها منك؟ نعم يا أمير المؤمنين. وأظنه هو الذي أمرك بكتابتها. نعم، ولكني يا أمير المؤمنين أخشى على أولادك من أخيك وأولادي. أتحذرني من أخي؟ وما شأنك بنا؟ والله إن أمثالك لهم أصل الفتنة، ولو جلس أخي مجلسي هذا ودخلت عليه أنت لأنشدته ما أنشدتني وأكثر، ولقلت له في أولاده وأولادي ما هو أشد نفاقا وتحريضا، وما أشبهك أنت وأمثالك إلا ببغاث الطير تصبر حتى يتقاتل الفحول فتسقط على الجيف والرمم. أصرف، وحسبك أنك تخرج من هنا ورأسك فوق جسدك. أصرف، انتظر أنت. أمرك يا مولاي أمير المؤمنين. أبلغ الحجاج أن الليث يكشر عن أنيابه لأشباله، ولكنه لا يأكلهم ويضربهم بمخلبه ليؤدبهم ولكن لا يجرحهم، وأنه يفترس كل من يحوم حول عرينه من ذئب أو ثعلب أو ضبع طمعا في أشباله. وليست هذه مقولته لك؟ فكيف ينكرها؟ كيف ينساها؟ انصرف. فإن صبرنا لم ينفد بعد، وأرجو الله أن لا ينفد. من هنا القاسم أمرنا بالانتظار حتى يخرج وفد العراق ويسلم رسالة الحجاج إلى أمير المؤمنين. لقد طردهم جميعا، ولو علم بوجودكم هنا فأنا وأنتم ورجالنا كلنا مقتولون لا محالة.
ما الذي غيره من أبي يوسف؟ ليس هذا وقت المساءلة، فخرجوا. سنخرج إلى الكوفة، ليس لنا مهرب غيرها. الكوفة؟ لن يتردد عمك الحجاج أن يردنا للخليفة. هديت إلى الصواب يا عامر، فانطلق إلى حيث من يسلمك، لا إلى عمه ولا إلى الخليفة. من؟ إلى خراسان، إلى ابن المهلب، وكأني لم أرى وجهك، أفهمت؟ صدقت. هيا بنا يا يوسف. اتركوا لي حتى تستطيع أنت الهرب، فهروب واحد أقرب إلى نجاته. هيا اخرج. صدقت. أهو سأسلك طريقا غير طريقي؟ نعم، إلى إفريقية. إفريقية؟ وسأرسل بالبريد الشعيبي أوصي رجالنا بك خيرا، فهيا اخرج. وأنا يا سيدي؟ قلت لي ما اسمك؟ شداد الموصلي. إن كنت شدادا فشد رحالك إلى بلدة لو وصلت إليها كنت موصليا، ولو أفلحت فيما سآمرك به ستصبح أميرا على جندها بدلا من صاحبنا التنوخي. أي بلد يا سيدي؟ مصر. الفسطاط، حلوان. أطال الله عمر أميرها عبد العزيز بن مروان ولي العهد، وأطال عمر ولده عمر الذي أذلك، ولو علم أين محلك لقتلك. يقربك السلام يا أمه. ولدي أين هو؟ تعالي تعالي يا لقلب الأم، أقول لك يقربك السلام تسألي أين هو؟ أولو كان هنا كان ينتظر ليرسل السلام مع غيره ولو كان أباه. قلب الأم يا أباه، هذا هو كتابه، أرسل يطلب ثيابا وعباءات وبعض العطور له ولزوجته وخدمه. لا أدري ولدي، جهز قافلة بما يطلب، سوف أرحل معها. ترحلين معها؟ هذا سفر شاق، بلده على أقصى حدود الشام يا أم عمر. ولو كانت في آخر الدنيا، إني أشعر بالخوف علي، أراه في منامي وكأنه في واد سحيق تحيط به الغلال والوحوش من كل جانب. ولدك ليس له خصوم، لا يعرف الخصومة، وليس له أعداء، فهو لا يضمر عداوة لأحد يا بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وهل كان جده عمر يعرف الخصومة إلا في الحق، أو يضمر الخصومة لأحد إلا لأعداء الله حتى قتلوه غدرا؟ يا حفيدة عمر، لا ينسينك الخوف على ولدك قول رب العزة: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم، اللهم سلم. أدخلوا الهارب المستجير. مولاي، أنا في جوارك يا مولاي. مولاي، أنا في جوارك يا فتى العرب وأسد خراسان. جوار منيع ومجير، لا يذل له جار ولا يخفر له جوار. مولاي، أنا جئتك من أجل... ما سألتك من أنت ولا من أرسلك ولا ممن هربت. برمك. مولاي أسد خراسان، أطعموه حتى ينبعج بطنه،
ثم قدموا له المهلبية بالعسل المصفى ليتذوق ما لم تعرفه مطابخ الخليفة، وأنزلوه في دار ذات حديقة وأعطوه خادما ليخدمه. وإن كان جاءنا بلا أهل يا مولاي؟ زوجوه من يختارها وتختاره، وصداقها مدفوع من مالنا، وكل ما يطلب مجاب. طلباته أوامر يا سيدي. أدام الله عزك يا مولاي، ولكن إذن لي أن أخبرك ممن هربت ولماذا؟ يا ضيفنا، نحن لا نسأل ضيفنا فيما ولما وكيف قدم إلينا، وحسبك أنك إلينا لجأت وفي جوارنا نزلت فقد منعت، ولو كنت هاربا من ابن أم الحجاج. أنا لم أهرب منه يا مولاي، إنما أنا من لم يهرب من الحجاج لا يهرب إلا من الشيطان، ليكن فقد منعتك ولو كان الشيطان يطاردك. أنا لم أهرب من الشيطان يا مولاي، إنما أنا هارب من أمير خناصرة. خناصرة؟ أين تلك الخناصرة؟ خناصرة يا مولاي كور من أعمال حلب. ومن ذاك الأمير الذي يؤمر على قرية كتلك الخناصرة؟ ابن عبد العزيز ابن مروان يا سيدي. عمر، عمر ابن عبد العزيز. تلك القرية التي نفاه عمه إليها، وهل يهرب أحد من مثل ذلك الفتى؟ ألا ما أهونه علينا. اذهب فأنت آمن على دمك، ولو كنت هاربا من عبد الملك نفسه. اذهب. عمر بن عبد العزيز أصبح يخيف الخدم. هل أغنى عنك أعوانك ممن نعرف ومن لا نعرف ومن لا يعلمهم إلا الله؟ ظلمتني أيها الأمير العربي المسلم. ظلمتك؟ أعوذ بالله من الظلم والظالمين. اجلس. اجلس. اصدقني القول، لماذا تريد قتلي؟ أنا؟ ولماذا أقتلك؟ ولم ترسل بعض أعوانك ينتظرونني في الطريق ليغيروا على قافلتي؟ أعواني؟ أنا رجل تاجر، لا أعرف أحدا إلا من أبيع أو أشتري منه. وبكم بعتني؟ أو بكم بعت ذمتك لتقتلني؟ ولمن؟ أقسم بالرب. لا تقسم، واعلم أن كل ما قمت به من تدبير منذ علمت بخروجي من دمشق حتى هذا البلد قد وصلني من بعض أعوانك. لو كنت صادقا أحضرهم ليواجهوني. لو أردت أن أقيم عليك الحد لواجهتك بالشهود والأدلة والبينات، وأول دليل هو لقاؤك مع رجل كان مؤتمنا لدينا وذا ثقة، وما إن علم بخروجي حتى سبقني إليك ليشترك معك في تدبيرك الذي فضحه الله. أو تعرف من هو؟ من؟ كعب. أمرك يا مولاي. أدخل صاحبه الذي كان صاحبنا ذات يوم، وأدخل إخواننا من أتباع المسيح عليه السلام ممن جاءوا شهودا أو شفعاء له. أمرك يا أبا حفص. ها هو يا مولاي. ما قوله؟ أنا لا أعرف هذا الرجل. وأنت ألا تعرفه؟ كلا يا مولاي. أتعرف لماذا سأعفو عنك؟ ليس لأنك نصحته بألا يقتلني، ولكن لأنك رجل بعيد النظر، تعلم أن بلادك في حال لا تسمح لها بالحرب، وأنها ليست على استعداد لمواجهة أي غزو أيا كانت جيوشه،
وأنت تعلم أن جيوش المسلمين لا تقاتل إلا من يقاتلها. لستم أهل غدر أو عدوان، وأشهد الرب. لو كنت تعرف ربك تمام المعرفة وتعمل بشريعة عيسى عليه السلام كما أمركم بها، ما كنت خوانا أثيما جاحدا لكل معروف وإحسان. اتركه لنا أيها الأمير، أصلحك الرب. لا تعاقبوه، بل انصحوه ثم اتركوه لربه. وإن شئت بعد ذلك أن ترحل تطوي الأرض إلى القسطنطينية تحمل أخبارا كاذبة أو صادقة كما تظن، فاذهب، فلن تجني إلا خيبة الأمل وإراقة ماء الوجه وبعض المال ثمنا للخيانة. لكن اعلم أنك لو دخلت بلدا عربيا من حدود أرض الروم حتى حدود بحر الصين شرقا والبحر المحيط غربا، فليست لك دية بل مكافأة لمن يقتلك أو يأسرك. اعفو عني أيها الأمير، أكن لك خادما. ولا كلمة، لا أريدك صاحبا ولا خادما. اتركه لنا أيها الأمير. من ذلك الأسير؟ من ذلك المسجون الكاتب النحرير معلمي سرقوه؟ ويل لك ولشعيب، قتلت أنت وشعيب ومن تعرفهم بسهم واحد وفي يوم واحد، أراكم مثل السواء في فرن واحد، أكلكم كلكم وحش واحد، وحش أشبه بذلك الدب الأكبر الخناصري. اجلس اجلس، لم أنتهي منك بعد. وحتى أطمئنك فاعلم أني لن أقتلك، ولكني أريد أن أسألك، لماذا تكرهنا؟ ولماذا أحبكم؟ أحسنت الجواب. أنا أحب الصادق حتى لو كان عدوي، وأكره الكاذب حتى لو كان صاحبي. أخبرني، لماذا لا تحبنا؟ تفرضون علي الجزية. فما مقدارها؟ مهما يكن مقدارها. وهل أنت عاجز عن دفعها؟ إن كنت عاجزا أسقطتها عنك أسوة بإخوانك غير القادرين من أهل دينك. هل تعلم أن أحدا منكم لم يستطع دفع الجزية وأرغم على دفعها؟ لا والرب. وهل تنكر أن بعض إخواننا من أهل الذمة يأخذون نفقة من بيت المال تعينهم على معيشتهم لعدم قدرتهم على الاكتساب أو العمل؟ أشهد أني أعرف هذا. أتدرك معنى الذمة يا أغنى تجار حلب وليس القناصرة فحسب؟ تعني أن لكل كتابي ذمة في عنقنا وعهدا، كما أن لنا في عنقه ذمة وعهدة. فكما يدفع المسلم خراج أرضه وحرفته، كذلك الذمي، وكل ذلك بقدر معلوم يدفع إلى بيت المال لينفق منه على الرعية في معاشها وحياتها وتأمين قوافلها وتمهيد طرقها وإعداد جيوشها كي تحمي أرضها من أعدائها. أم أنك تود أن يعود الروم إلى تلك الأرض؟ نعم أريد. هل كنتم أحسن حالا منكم اليوم؟ كلا والرب. أنا أخبرك لماذا تكرهنا. أنت ترجو، بل وتدبر لما ترجو، ولكن هيهات أن يتحقق ما ترجو. سيتحقق. كلا، لن يتحقق، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحل البيع وحرم الربا، وأنت تريد أن تحل ما حرم الله، وما زلت تستغل حاجة بعض الناس وتقرضهم بالربا، أليس كذلك؟ أنا لم أرغم أحدا على شيء. وما اغتصبته من الغرماء وفاء لما فرضته عليهم أضعاف ما داينتهم به. هذا شيء مضى. ما بني على باطل فهو باطل.
لقد كانت تجارة عن تراض بيننا. سنرى. مزاحم مولاي، أطلق المنادي. من اغتصب منه ذلك الرجل أرضا أو دارا أو دابة وفاء لدين أقل من ثمنها المعلوم فليأتني بأصل دينه وثمن ما اغتصبه ذلك الرجل يوم اغتصابه إياه، وإن كان قد مات فليأتني وارثه أو أحد ورثته. أمرك يا مولاي. كل ما يمتلكه من أرض وقصور ودواب وأموال أخذها غصبا أيها الأمير. سنرى. إن بقي شيء بعد أن نرد الحقوق لأهلها فهو حقك، وإلا فسوف أجعلك عبرة لكل مراب خائن. اسمك؟ اسمي عامر بن عمير. ولماذا عزلك الأمير عمر؟ اتهمني أني من رجال الحجاج. فلماذا لم تلجأ إلى الحجاج؟ لن يجيرني ولن ينصرني على مولاي عمر بن عبد العزيز إلا أنت يا مولاي ولي العهد، فهو ابنك أعزكم الله. وضح مولاي. أكرموا هذا الرجل، مور الخدم أن يأخذوه إلى دار الضيافة. أمر مولاي. وضاح انتظر إن يريدك. أمر مولاي. سترحل بالقافلة التي جهزناها إلى ولدنا في خناصرة. ما أحب هذا إلى قلبي، فقد اشتقت إليه. وتجنب السير في الهاجرة حتى لا ترهق مولاتك أم عمر. اطمئن يا مولاي. واسأله عن ذلك الرجل، واسأل كل من تعرفهم من رجال الولاية، فقد يكون من أخباره ما لم يصل إلى أسماع ولدنا. أنا لا أطمئن لروايته يا مولاي، وأرى أن تضع عليه حرسا وتبث حوله العيون ترصده. خذ حذرك منه يا مولاي حتى نستوثق من خبره، فمن يدري ماذا وراءه. وراءه الخير إن شاء الله. لو كان كما ذكرتم فإنه مقتول لا محالة. لم أتمكن من قتله يا سيدي. مثل ذلك الرجل لا يقتل أيها القيصر الأعظم، إنه يحسن إلينا. نعم نعم والرب. ولو كان مثل عمه لهدمته وعاهدته. لو جلس على عرش عمه فسيكون أشد خطرا علينا وعداوة لنا. لو رأيت هذا الرجل وكيف يعدل بين الناس وينصف المظلوم ولو كان منا ويقتص من الظالم ولو كان منهم، لتمنيت على الرب أن يجلسه على عرش خلافته. توشك أن تتبع ملتهم يا راعي كنيسة خناصرة؟ سامحك الرب. مهما يكن فهو عدونا. كفى كفى، ارجع إلى كنيستك ولا تقطع أخباركم عني. وأنت انتظر أوامري يا طريد العرب. أمرك يا سيد القيصر. ارتحنا من شعيب والذئب والذؤيب والحجاج الغضنفر وسرقونا الكليب. ارتحنا من شعيب. هل سماء خناصرة النقود ممطرة؟
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.